بسم الله، وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء. أم يقولون، بدينا نبدأ في الأم دي، يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هو شاعر ما غير ما ندخلوا احنا مباشرة، نستنى وقتاش يقضي عليه الموت على الاسم تاعه، خاطر نعرفوها الموت حتمية، ورب يقول كل نفس ذائقة الموت. لكن هم يبنيوش كلامهم على القرآن العظيم، يبنيوا كلامهم على العادة، لكونوا على أعزاء عندهم من الأولاد وصاحبات وآباء وأجداد يعرفون لفهم الموت لفا بأمر المولى سبحانه وتعالى. وهذا الموت هو ظاهرة غلب بها مولانا كل خلقي الذين يتمتعون بحياة مع. نعاود، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. تربص لا لو مش يموت، لو في ذلك الشك، ولو يحب المولى سبحانه وتعالى رقم واحد، لكن لا يخطى الموت، كل نفس ذائقة الموت. صدق مولانا رب الحياة والموت.